مسؤول فاطمة شلبك محامية ونشط مؤسسة مجتمع مدني مساعد مدرب في ورشة أقيمت اليوم بمدينة نالوت تحت إشراف منظمة البي سي آي مبادرة التغيير السلمي. هذه الورشة تستمر لمدة يومان كل يوم لمدة 6 ساعات. الحضور كان جد رائع خاصة العنصر النسائي ونشطاء المجتمع المدني بالشراكة مع بوجود فريق الشراكة بمدينة نالوت. الهدف من هذه الورشة هو توضيح المفاهيم والمبادئ الأساسية للنزاع لبناء السلام بالإضافة إلى تحديد وتحليل القضايا المحلية المتعلقة بالنزاع. كذلك سيتم التطرق لتحديد المكونات الأساسية للقيادة التحولية وما هي صفات القائد والمهارات التي يكتسبها والتي يحافظ عليها من أجل أن يقوم بالتغيير والتطوير. كذلك سيتم التعرف على المهارات الخاصة للقائد التحولي والذي سيؤدي إلى تحقيق أهدافه. كذلك يكون هناك تطرق لمهارات التواصل الفعال حتى تكون النتائج إيجابية. نحن نعلم بأن القيادة شيء مهم جدا وهذا الموضوع الآن وفي الوضع الحالي لديه العديد من المهتمين به، وهذا إذا كان كل إنسان يهتم بنفسه وكقائد هنا سيقود نفسه بداية، يقود أسرته، يقود مجتمعه، نصل إلى دولة فيها العديد من القادة. ناجحة عيسى حمودة عضو المجلس البلدي نالوت. اليوم كانت ورشة العمل بخصوص القيادة التحولية والسلم الاجتماعي، كان تجاوب كبير من المشاركين في هذه الورشة باعتبار أن السلم الاجتماعي هو الدافع والحاجة الملحة لبناء ليبيا اليوم. السلم الاجتماعي لها أبعاد هلبة من كثير المواقف اللي لابد من مؤسسات المجتمع المدني، من القيادات، من مؤسسات الدولة أن تقوم بها، لأن القيادة التحولية في هذا الوطن في السلم الاجتماعي هو الدافع لبناء ليبيا الحبيبة.